أنا شاكر أخي شقيقي قيس سعيد على الحضور نتاعنا في الذكرى هذه، الذكرى الغالية علينا وعلى تونس، ذكرى 60 لعيد الاستقلال. الوقت نتاعو ما سمحلوش باش يبقى كثير معنا، ولكن مجرد ما جا راه كاع تونس حلت معنا الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله دائما نلتقي في كل المواقف ونلتقي لنصنع التاريخ معا، ونحن هذا الاهل واحد، اسره واحده في بلدين في دولتين، اسره واحده، لا شعب واحد، مصيرنا مشترك، تاريخنا مشترك، وان شاء الله نفتح افاق كبيره في المستقبل لشعبنا في الجزائر وفي تونس. أتمنى لأشقائي في تونس كل خير إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله باش الدستور المقبل يكون فيه إقبال من الأشقاء، وخذينا قرار مع بعض على أساس ابتداء من 15 من هذا الشهر هذا تفتح الحدود للسيارات خواص ولل هي الحدود عمرها ما تغلقت، باش كانت مفتوحه للبضائع. اليوم نفتحوها للمسافرين، كل المسافرين ابتداء من 15 جويلية ان شاء الله يمشوا لبلدهم الثاني تونس، وتونس يجوا لبلدهم الثاني في الجزائر. مرحبا بهم ان شاء الله. الله يبارك فيك. توفيق ان شاء الله.